السلام عليكم. إذا اليوم أنا في المنحل، وهذا النهار كان سخون بزاف، لأن ما بغيتش نقيس النحل، لأن ملي تتكون الحرارة مرتفعة بزاف يكون بحال نحل منزعج. دون هكا كنشوف غير زيارة خفيفة ما بين الخلايا. لان هاني هنايا دابا حدا واحد الخليه، شوف كما قلت ما غاديش ندير شي فحص لداخل الخلايا هكا. هذه عندها العسالة الفوق لاوس، وهكا. لان ورغم هذا ملي كيكون تتكون الحراره مرتفعه، لان النحل سبحان الله تيكون، وخاصه الشغالات يعني الاناث الشغالات كيكونوا كيديروا واحد التهويه داخل الخليه باش ما تتبقاش داك الحراره مرتفعه في الداخل، وبالتالي كيمكن الملكه قوم بالدور ديالها فيما يخص وضع البيض، وكيمكن لهم كذلك باش داك الرحيق اللي جابوه يخدموا داك الشيء داخل الخليه، ويخدموا مرتاحين كما قلت تكون تهويه داخليه. ها هما كنشوفوا حتى نحل دابا مع الحرارة اللي كانت اليوم، حرارة بزاف بزاف، النحل ما خارش بزاف، لكن هذا كنشوف هنايا، هنايا كاين النحل برا، ولكن أكثرية ديال الخلايا نحل يشتغل في الداخل. هيا هذه عندها لاغوص السالة، غادي نشوف واحد المراقبة خفيفة من الجانب هنايا. الأمور مزيانة، شوف هذا جميل جدا مزيان تبارك الله. Thank you.
هذا. لان هنايا كنشوفوا هاد النحله انت واقفه فوق هاد الزهره كتاخذ من الرحيق ديالها. دن دابا العشيه بدا كيبرد الحال، كنشوفو بدا كيبرد الحال وكاين بعض النحل اللي باقي خارج باش كياخد الرحيق من الازهار، لان هاد المنطقه هادي باقي فيها بعض الازهار. وكاين في النواحي كاين واحد نوع الكاليبتوس اقل من المسافه اقل من 3 كيلومتر، وفيها كيمشي النحل كيرعى في داك المناطق. وكما قلت زياده على هاد الازهار اللي كاينين في هاد بالجوار من المنحل. سبحان الله العظيم، هاد المجتمع ديال النحل مجتمع عجيب. دن هادو اللي دابا كيخرجوا هنا اللي خارجين كنشوفوهم فوق الزهور، هادو هما الشغالات يعني الإناث. وفيما يخص الذكور، الدور اللي عندهم الخلية هو تلقيح الملكة، والدور الملكة هو وضع البيض. مجتمع منظم سبحان الله العظيم بواحد الطريقة رائعة. دابا بعدت من خلايا ديال النحل، هاني هنايا حدا الشجر ديال البرتقال الحامض، وهنا تنشوف لان ما بقاوش داك الازهار اللي كانوا، يعني صافي داك الازهار كلهم تم التلقيح ديالهم من طرف النحل وصافي هما ولاو كيتكون هاد الحوامض هادي. هي هنايا صغيره هما صافي. اذا النحله كتستافد من الزهور، والزهور كذلك النحله كتاخذ الرحيق والاشياء اللي كتحتاجها وحبوب اللقاح من الزهور، والزهور كذلك كتستافد وذلك ملي كيتم التلقيح ديالها من طرف النحل. وماشي غير النحل،
ولكن كاين هناك بطبيعة الحال عوامل أخرى اللي كتساهم في هذه العملية. إذا صافي دابا وصلت للنهاية ديال الفيديو، والسلام عليكم إلى فيديو مقبل إن شاء الله.